عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما معكم بالعيد المنتقي الناطق الرسمي لعصبة الدار البيضاء سطات، وحنا دابا كنتواجدوا مباشرة عند رئيس جمعية اليمامة الأخ والصديق والبطل الكبير الكبداني نور الدين. الأخ كبداني، سمعنا بأن جمعية اليمامة رجعت باش تنشط النشاط ديالها بالنسبة لهذا الموسم هذا، واش خبر موثوق الأخ نور الدين؟ السلام عليكم. السلام عليكم السلام الرحيم. كنشكر الجميع، كنشكرك خويا موسكي بالعيد، كنشكر جميع الاعضاء الجمعيات الموجودين في الصعيد الوطني وجميع الموالح كاملين، كنشكرهم وتحياتي لهم كاملين جميعا ان شاء الله بالتوفيق للجميع. بالنسبه لليمامة انا تفاجات من شفت في الفيس بان تلاحظ بان رجعت، راه باقي ما كاين والو، كاين بعض الدردشه شويه، وهضرت مع بعض الاخوان بان اليمامة الا غترجع عندها شروط باش ترجع، حيت عندها الناس ديال اعضاء المكتب ديالها، وقسم مازال سين مع الناس ديال اعضاء المكتب وناخذ الراي ديالهم، ماشي الراي ديالي انا رئيس ندير انا اللي بغيت، غادي الناس ديال المكتب هما اللي غنستشر معاهم، وغادي تكون تصويت واش هاد الناس هادو فعلا غادي يشدوها ولا ما يشدوهاش، ولو شدوها كاع مرحبا حنا ما كنا غنصفقوا عليهم ونعاونوهم من بعد. وكان واحد النقطة كنستشر ليها بأن اليمامة عندها التزامات مع عصبة الدار البيضاء سطات، لحقاش هاد الناس هادو دارو فينا الخير وتعاونوا معانا، وكانت عندنا 17 مولوع اللي كنمشيو بها المدة ديال الثلاثين، و صيبوا لنا جميع اللي كان بعيد عنا قربوه لينا، ميمكنش لنا غادي نجيو غادي نمشيو نلعبوا شي عصبة أخرى ولا شي حاجة. أنا كنقول اليمامة لا رجعات غتبقى على الالتزامات ديالها مع عصبة الدار البيضاء سطات، ما غاتمشي حتى شي عصبة أخرى، وعصبة الدار البيضاء سطات عندها مواليع، عندها مواليع كبار، عندها جمعيات كبار، ما بغيناش حنا لهاد التفريقة هادي. كاينة عصبة دارت عصبة، راه ملي كتجي عصبة أخرى راه على المشاكل، الناس راه ملي كدار عصبة مع المدة كتولي جامعة، وهاد الناس هادو خدامين ما كاين معاهم حتى شي مشكل. انا هذه المده ديالي ما زودتش النشاط ديالي، ولكن الحمد لله هاد الناس خدامين، والعدد الانسان غيلعب يلعب في العدد، ما بقاش يلعب في 1000 ولا 500 حمامه ولا سميتو، غيلعب في 20000 30000 حمامه، والانسان كيمشي مع الاكثريه، والعصبه راه هي الاولى، الا لو كتجي عصبه اخرى كيكون شويه المشاكل. اليمامة راه عندها التزامات ديالها مع عصبه ديال الدار البيضاء سطات، وعندي واحد الجلسه ان شاء الله عما قريب مع الناس ديال اعضاء المكتب ديالي، غادي نستشر معاهم وما غيكون على خير ان شاء الله. وهذا الموسم غديروا النشاط ولا الموسم القادم ان شاء الله ولا؟ لا غادي يزولوا، غتكون توأم مع المتابعه درس ان شاء الله. توأم مع جمعيه ديال، ما غنكونش عندي التزامات، عندي ظروف شخصيه، ما كنكونش هنا في كازا، كنسافر بزاف، ما يمكنش لي انا غادي. ولكن كاين المكتب مسير ديالهم الحمد لله، شباب داير فيهم الثقه وتبارك الله عليهم، ابطال في الحمام عندهم تجربه وكيلعبوا، والحمد لله متمكنين هما اللي غادي يسيروا يكملوا داك الشيء اللي كاين. ونشوفوا الاخ المهدي عيشه، هو اللي كيكون في مكتب ديال جمعيه اليمامة البيضاء بالمدينه القديمه، هو اللي غناخذوا الراي ديالو، وكيفاش كتشوف هذا؟ فيما يخص الخبر اللي تكال على جمعية اليمامة بأنها غادا ترجع، حنا إن شاء الله بغيناها ترجع وما كرهناهاش ترجع، أصلا هي ديما كاينة عمرها ما حيدات، غير هو كيتحبس النشاط ديالها نظرا لظروف راه كلشي عارف. فيما يخص الأخ نور الدين الكبداني، راه قال لكم راه قال شنو كاين بالنسبة لجمعية اليمامة، إن شاء الله حنا بغينا شي واحد يترأسها ماشي مشكل، إلا كان غادي يقوم بها وعارف راسو غيقد بها وغيمشي بها في المسار اللي كنت غادا فيه هذه سنتين، نتمناو ليها الخير، حنا نعاونوه ماشي مشكل، نعاونوه باش فيما بغا، لا سوا معنويا سوا نتعاونو معاه في فيما بغا نديرو مع يدينا ان شاء الله. هو فيما يخص ان جمعية اليمامة غادا تقدر تلتحق بشي عصبة اخرى، حنا ما غنساوش الفضل اللي قدمته لنا عصبة الدار البيضاء سطات، الاخوان ديالنا ما غنساوش الخير ديالهم، اننا كنا يلاه بدينا وتعاونوا معنا وقدروا يساعدونا وما نساوش الخير ديالهم. انا كنظن بان ان شاء الله اليمامة وكون على يقين الى رجعات غادا ترجع لعصبة الدار البيضاء الكبرى، حيت هي اللي ساعدت معنا وعاونتنا.
ولا كان شي رجوع كنتمناو من الله انه يرجعوا الدراري ديال اليمامه، ولا كان شي تصويت ولا شي فوت بالنسبه لليمامه غيكون عند الحق عند جميع المخالطين ديال المنطقه، ونديروا واحد الجمع ان شاء الله ونستشروا في هذه القضيه. واش الناس اللي غادي باغين يسمعنا باننا جاوا باغين يسيروها نريحوا معاهم ونستشروا معاهم، ولا كانوا قادرين على الراس والعين ها هو كنشرطوا عليهم. الشرط الوحيد اللي عندنا حنا هو ان هذه الجمعيه ان شاء الله غادا تلعب مع عصبه الدار البيضاء. دار البيضاء 16. بالنسبه لاخاك بدينا نور الدين، انت باقي الرئيس ياك، المده الصلاحيه باقي ما انتهاش. الحمد لله الحمد لله، دوزنا سنتين كانت في الروعه، كان مولع قلال 17 مولوع كانت. الحمد لله راك انت حضرتي منتخب العيد في الحفل ديال السنه الاولى والسنه الثانيه، والاخوان اعددان وزمو والحاج صافيح والاخوان صافيح الحاج والاخ ديالو خالد والصراوي، وكانوا موالع كبار بلا ما نبقى نجيب الاسماء بزاف، كانوا موالع كبار. تحياتي لبوعنان البيضوري جميع الاخوان بدون استثناء. ما شفتهمش كان الحفل في المستوى العالي. انا باقي الرئيس، انا ماشي باقي الرئيس، ماشي وارث هذه الجمعيه، ما وارثهاش جمعيه المنخرطين، رجعتها باش المدينه القديمه تكون عندها واحد الصوت ديالها في العصبه. والحمد لله انا مع العصبه وانا مع اليمامه وانا مع الحمام. انا واخا بعدت من الحمام الحمد لله راه كنقرا وكنشاهد كنشوف الفيديوهات كنشوف الاخوان، ما باغيش هاد الخلافات يكونوا، واحد كيشرق واحد كيهرب، الاتحاد يد في اليد. العصبه راه كاينه وخدموا، قلبوا على قلبوا ما تقلبوش على عصبه اخرى، قلبوا على جامعه. الناس كتقلب لقدام ما كترجعش للور، الناس ما كديرش العصا في الرويضه، كتقلب لقدام. كاينه عصبه بسم الله، نقلبوا على جامعه لمصلحه المواليع. هاد المولع القادم غير يبقى يلعب عصبه هنا، يمشي عند عصبه اخرى يرجع عند عصبه، راه ماشي ولاع. الناس ديال اوروبا راه ماشي غير جون فاتونا، عندهم تنظيم، حتى حنا خصنا نكونوا منظمين. راه الولاعه راه كاين الناس اللي ما عندوش فلوس، اللي بوفري، كاين اللي والحمد لله انا اليمامه فيها الناس فقراء الحمد لله، حتى انا فقير منهم. ما كانش عندنا المشكل في الماده وسميتو، حتى الناس ديال العصبه ما كانوش كيتحاسبوا معنا. لا الاخ عديدان زمو الاخوان صفيح والاخوان الاخرين ما كانوش كيتحاسبوا معنا. عندك لعب ما عندكش لعب، يقول لك مصلحه للحمام، مصلحه للحمام والمولوع كيوقعوا مشاكل وكيوقعوا اجتماعات. كنشوف انا داكشي ما راضيش على داكشي اللي وقع، خصنا نصلحوا يدينا انفسنا بيدينا حنا، ماشي نبقاو نرجعوا للور. العصبه راه كاينه، نمشيو لقدام. اليمامه اللي بغاها مرحبا، نتعاونوا معاه يكمل، كي راه غيمشي للعصبه راه ما غيمشيش للعصبه اخرى. انا اللي بغى اليمامه هاي يدي نعطيها ليه مرحبا بيه، وكي باش يمشي شي عصبه اخرى راه ما كاينش عصبه اخرى. حنا عطينا الكلمه والناس داروا فينا خير، حتى من الترونسبور كانوا يتعاونوا معنا فيه، الجمعيات اللي كاينين في العصبه ما يمكنناش غادي نتقلبوا. الخير كيسبق، الانسان كيعقل على الخير. الحمد لله اليمامه راك قويه بموالع كبار، نذكرهم لك انايا، كاين الزاكي، كاين الادريسي، كاين الصبان، كاين بليوط، كاين قاسي راه مع غني عن التعريف، كاين اخوان قاسي، كاين اخوان الهرموشيات، كاين رزق الله عمر، كاين عدد كبير لا يحصى، صامت ساكين، كاين موالع كبار كاين. ولكن راه الا كان اختلاف راه ما كيتقال، الايام ما كتبقى ضعيفه، راه كاين موالي طالعين جداد دابا، عدد منهم طالعين دابا جداد، كاين فضيل، كاين غراد، كاين القباج، كاين المهدي عائشة هو اللي حضر معنا، الحمد لله راه خلص خلاها تاريخية في السمارة، حنا واحد اخرى في السمارة في نهارها، الحمد لله راه كاينين موالي كبار كاينين. غير الانسان خصكم يفكر بان خصهم يديروا يتفيد وتكون جمعيه. اليمامه راه من الجمعيات القدام، وكان ديما حاضره في الاتحاد، حنا كنا كنلعبوا كنا ديما حاضرين هما الكبار ديالنا. انا راجل لقيت الزاكي، لقيت الادريسي، لقيت الحمد لله تعلمت منهم ما نكرش، تعلمت منهم وخذيت منهم والحمد لله، وبحثت وسميتو والحمد لله، ودرت واحد النتيجه وجاو ورايا عتالي داروا نتيجه. ما نبقاوش غادي نمشيو حنا، غادي يجيو دراري شباب اخرين، داك الشباب غيطلعوا شباب اخرين، الانسان كيتطور ماشي الكبار غيبقاو دي من هما.
راه الحمام راه هو راه على البصر اللي خصو الله يهديه وصافي. داكشي اللي كاين الاخ الجامع يكون تحياتي لسمير غلفان كنشكرو من هنا تحياتي ليه بزاف. الحاج فجر حتى هو نطلبوا الله يتجامعوا ويكونوا يكون يد في اليد لمستقبل باغي المصالحه ما باغيش التفريق. التفريق راه ما تصلحش في اي رياضه. باغي المصالحه واللي هو اللي ما صالحش خصو يحيد. يعطي تيسان اللي هو شاد الحمام بانه راه الماده والفلوس خصو يحيد. الناس هذو تعاملنا معاهم عطاونا الكلمه عطاونا الكلمه وتعاونوا معنا وديروا معنا كل شيء ما طمعوش فينا في الفلوس. عندنا ولا ما عندناش حنا ديما حاضرين معاهم وكيتصوروا معنا كيبغيو يديروا شي حاجه كيتصوروا كيعطوا الكبداني كيعطوا للنادي اعيش الركيك هشام كيعطوا الخضري كيعيطوا الناس المغاري كيعطوا الدراري كيعيطوا كل شيء ربيع كيعيطوا ليوسف الامان كيتصوروا مع الدراري والحمد لله نتمنوا ان شاء الله تكون ان شاء الله الاخ كبداني نور الدين احد ابطال مدينه الدار البيضاء واحد قدماء الولاعة بالمدينه القديمه وايضا بجمعيه اليمامه. اذا الاخ نور الدين خبر غير موثوق بان اليمامه غترجع في هذا الموسم وبان كاين شي ناس اخرين غادي يسيروها دونك خبر غير موثوق ياك الاخ نور الدين. غير موثوق باقي ما كاين والو. انا باقي رئيس اليمامه ومساعد اللي بغى نعطيه وتحياتي لشاكير الوزنة نسيتهم ما ذكرتهمش تحياتي لفالوطي عبد الرحمن وجميع الموالي ديال المدينه القديمه. المهم جميع الابطال بدون استثناء بصفه خاصه بصفه عامه المغرب كامل الله يوفق الجميع واللي هو فيه الله يعاون ابار داك الشيء اللي كاين. كنشكرك الاخ نور الدين كنشكر الاخ نور الدين كنشكرك على حسن الاستقبال والترحيب وكرم الضيافه وهذا كله ما يتعلق بالنسبه لهذا الخبر عند رئيس جمعيه اليمامه البيضاء الكبداني نور الدين. الى هنا نستودعكم تحياتي نور الدين كذلك الى هنا نستودعكم الله وفي امان اللقاء بكم مره اخرى ومع جلسه اخرى في امان الله.